قد يكون الخطأ هو الطريق لأنك تعمل شيء صح. هل آكل عند منافسين؟ طبعاً. هل أجرب أشياء أخرى؟ نعم. كل زمان له فرصة. اليوم اللاعبين اللي موجودين يفرضون عليك أنك تحاول ترتقي وتطلع بشيء متميز. كل زمان له تحدياته، وكلامي هذا مو مثالي يعني. إحنا برجر ذو جودة لأننا نحط لحم طازج، لكن اليوم لازم ما تطلع بأي فكرة، لازم تطلع فكرة تتميز. الجيل الجديد منطلق، أخذ المخاطرة مهمة جدا. لازم ما تنسى من هو عميلك وتتأكد أنك تخدمه بالصورة المناسبة. كنا نطمح قبل كورونا أن احنا ننتهي بـ 2020 100 فرع.